عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تعال. أنا؟ أمال يعني أنا؟ أيوة أنت. أنت فين يا زكي لحد دلوقتي؟ كنت بصلي الفجر. صلي الفجر؟ إيه ده؟ إيه؟ إيه المنظر ده؟ إيه ده؟ أنت كنت بتصلي الفجر بالشكل ده؟ ها؟ ها؟ لا لا إيه؟ إيه ده؟ هقول لك. تاني إيه؟ تاني يا زكي. تاني يا هايف يا تافه تاني. لا يا بابا ما انا فاهمك. تفهمني ايه؟ رحت لهم تاني لا عشان لا. ياخدوا هدومك ويضربوك تاني. تاني ما حصلش ايه؟ انت كبله ما بتحسش؟ ما بتحسش يا تافه يا كبله؟ قطعت الجيب يا بابا. هو اللي طلع. خد ولا مبسوط مبسوط؟ هو انا مربي قرد عندي في البيت؟ ايه اللي بتضايق؟ ولما انت خرع بتروح لهم ليه عشان يضربوك؟ مين قال لك يا بابا ان هم ضربوني؟ ده انا اللي ضربتهم. ايوه وعملتهم العافيه كمان. واهو اهي هدومهم اهي. وهدومك انت فين؟ الله معاهم. يعني اسيبهم يمشوا عريانين يا بابا؟ لا ازاي، ما يصحش. يعني انت يرضيك اصرف عليك اكل وشرب وهدوم ليك انت واللي بيضربوك؟ طب اهدى بس اهدى يا ناس. حرام يا بابا، اهدى شويه. حرام عليك. ارحم خالص يا بابا. سخن مالكش دعوه. سخن ده انت هتموتني وانا واقف يا ابني. تعالى تعبتني. طب تعالى بس حفايتني يا بابا. بقى خد يا زكي. حفا قلبي قلبي. ايه بابا؟ قلبي. يا بابا مالك؟ قلبي يا بابا مالك؟ انا شفت انت كل مره بتعملها فيا وبصدقك. يا بابا يا مكار. عرفت ان انا هقدر امسكك. هتروح مني فين يا زكي؟ بس بقى يا بابا اقف هنا. قلت لك كده تكون بتاع جلابيه الناس يا بابا. هقول لهم ايه دلوقتي؟ يعني كنت بهزر مع بابا. بتهزر مع بابا يا ريت؟ انا بتهزر؟ تعالى يا انت. يعني انا مش هقدر امسكك؟ هتبات بره يا ابني. تعالى ما تتعبنيش. طب تعالى بقى. كله الا التفاح يا بابا. لا 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 لا. انت هتشلني يا ريت. انت هتشلني. بابا يا قليل ادب. ايه يا بابا مالك؟ صوتك جاي لاخر العماره ليه؟ تعالى جمال يا ابني شوف الزفت. اخوك خلاص يا بابا. ناس ضربوني وخدوا هدومي وخدوا جزاءهم. هم مين دول اللي ضربوك وخدوا هدومك وخدوا جزاءهم يا ابني؟ انا محدش ضربني. انا ما اتنقلتش من هنا. ده اخوك. مين هم اللي ضربوك وخدوا هدومك وخدوا جزاءهم؟ ده الناس هنا في الشارع اللي على اول الشارع اللي ورانا. طب ثواني، انا هروح اغير هدومي وهنزل اجيب لهم لكم ربطين. بلاش انت يا جمال، لا تروح تجيب ناس تانية. بلاش اخويا ازاي يتضرب وانا على وش الدنيا. طب بقول لك ايه، طب خليك يوم تاني ابقى كويس وهنزل انا اجي معاك. اسمع، ما دام صحيت يبقى لازم اتخانق. اللي تشوفه. يا حبيبي رايح على فين؟ صحيت ولازم اتخانق. طب ما تستنى لما اولد واجي معاك. طب بقول لك ايه، اضرب انت الاول يا جيمي. زيكو. ازيك يا سري؟ ازيك يا زيكو؟ عامل ايه في الحمل النهارده؟ لا ابن اخوك تعبني، عمال من هنا لهنا مش مركز واخد عينه. سالم صباح الفل. سالم كنت بحب انخشك يا سالم. طيب ايه، هتضل لك العشاء؟ اعملي شويه جبن كده. ثانيه والفول يبقى جاهز. على مالك انت ماشي وقت الكعبين؟ شفت انك بجح وقليل ادب. الله ليه؟ يعني ما شبعتش من العلقه اللي كلتها تحت؟ جاي تاكل عندنا كمان؟ يعني ما كلش. ايه ده، هو التفاح خلص؟ كده انا عندي 7. ايه ده؟ اسود والنقي. ايه ده؟ ايه ده؟ لا مش ده الريموت بتاع التلفزيون؟ حطه في التلاجة ليه؟ خايف عليه اللي يسيح؟ الواد ده مجنون رسمي. والله مجنون. انا مش فاهم دي ايه؟ ده شيء زاد عن حده. يا حبيبي ملاك نايم وسط الزبالة. في كده؟ في كده؟ وإيه دي؟ إيه دي؟ حد ينام في بيت عقلك؟ إيه ده؟ كنت شايل منوم اللي بتنيمه؟ هو نايم حاضنها كده ليه؟ وإيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟
ايه يا بابا ده هو كل يوم كده سجاير وشاي على الريق. انت بتشرب سجاير كمان؟ لا مش انا دلوقتي سيد. سيد بيه؟ سيد سيكا صاحبي. لو سيد سيكا صاحبك بيشرب سجاير بره ويصفيها في بيتي؟ اصل البيت عندهم ضيق. انت بتهزر؟ لا لا بتهزر يا هاني، انت تعبتني. قوم طيب. قوم من وسط المزارع اللي انت عايش فيها دي. طيب حاضر. قوم. طب يا بابا حاضر وانت قاعد قوم. طب اثبت يا بابا. اثبت ليه؟ عشان احط دول هنا في الكوبايه. امال ارميهم في الارض؟ لا ارميهم في البتاع اللي بنشرب فيها. يا معفن يا معفن، حرام عليك. وايه دي جزمتي؟ ما انا عارف انها جزمتك، وانا قلت شكتتك واخدها في حضنك. ايه ليه؟ ارحمني ارحمني. يلا اتفضل قوم. اتفضل قوم. بابا بقعد ادور عليها الصبح دي كتير. طيب اهي مش على السرير. اتفضل قوم. طيب قوم. طيب خمس دقايق خمس دقايق اخطف حلم سريع وارجع. ترجع لي فين يا انت؟ انا هفضل واقف لك لغايه ما ترجع لي. قوم. طب اهو اهو قوم. قامت قيامتك. ما انت كده يا اخويا، يا مضروب يا مرفوض يا نايم يا في الحمام. طب هو الحمام فاضي بقى ولا اتصرف انا هنا في اي درج؟ لا انت بتتصرف في الادراج. امال اتصرف في البلكونه؟ والله البلكونه ارحب في الهوا، انما في الادراج في الكتمه الله يخرب بيتك وبيت قرفك. اتفضل. طيب. الحمام فاضي. طيب. خلصنا الميه. طيب. يلا بسرعه. طيب. في ديلك هتلاقيه في ديلك. طيب يا اخوي على الصبح كده. ما تستعجل مراتك يا جمال يا ابني. لا سيبك من مراد دلوقتي يا بابا، انت عارف حامل يعني وكده وتعبانه وبطنها كبيره. بعد ما وضبت البيت تعبت نامت. طب معلش خليها براحتها. هات لقمه يا جماعه. ليه ده العيش بايت ليه كده؟ ده الفول ده حشو. ماشي جبنه مربى يخلص على طول. ما تقعد تاكل زي البني ادمين يا اخي. يا بابا عادي، ما في بني ادمين بيفطروا هم واقفين عادي. يا سلام، وانت عندك رد على كل كلام؟ تسيبك منه بابا، ده بني ادم مقرف. يا جيمي ايه نسيت ولا ايه؟ سيبه براحته يا بابا. كل كده طيب. ها الحمد لله. ما تقفل الباب زي البني ادمين يعني انت؟ ما في بني ادمين بيرزعوا البيبان عادي يا بابا. الله ايه ده؟ طب ما فيش مقلي بقى؟ امشي امشي. مش عارف اعمل ايه مع الواد ده، انا غلبت معاه. طلقني لو مش عاجبك. طلقني. ايه ده؟ يو يا سارة عليكي. ايه يا بنتي؟ تي 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 نازلالك بقالك ساعه عماله تقولي ثانيه واحده. هو خبط عربيتك ده هيجي على دماغي؟ عرس السجاير. هو انت يا اخي خضتني؟ امال بابا فين؟ نزل من بدري. انت لسه ما لبستش؟ روح البس يلا بسرعه تقتلنا. مش عايزه اروح تدرب السباحه ده. اه دي بقى الصوان كل يوم. طب انا بقى هتصل ببابا وهو منك ليه؟ هو يتصرف معاك. يلا يلا امشي. كلميه. ايه بقى يا عمر، احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده ولا ايه؟ ما تزعلنيش منك. مفيش يا بابي يا بابي. اندهني شيرين. هاي شيرين، ايه اخبارك؟ ايه ما استلمتيش العربيه بتاعتك من التوكيل؟ مش مهم، انا هفوت عليكم كده ولا كده بعد الشغل ونروح نتغدى في النادي. باي. مالك يا خيرت بيه؟ عمر مغلبني وشيرين تصرفاتها طايشه. اتصور انها خبطت العربيه بتاعتها مره تانية. طب ما اجيب لها سواق واخلص. سواق ايه وبتاع؟ دي كانت طفشته من اول مشوار. طبعا عندنا سواق، عملنا بيه ايه؟ ولا سيكا حبيب قلبي. انت فين؟ انت كمان انا ما عادش عليا الصبح ليه وانت جاي؟ ما كنت هنا. ها ايه الاخبار؟ تمام. استاذ نادر قال عليك الدنيا. لا يا راجل. طب وانت قلت له ايه؟ ايه؟ طب كويس انك قلت له كده. يلا. طب خش. استنى لما هيجهز الاوردر. استنى من لك له. ايه فاكر نفسك بتشتغل في تكيه؟ ايه اللي جابك متاخر؟ انا ده سيد اللي جاي متاخر. انا هنا من الصبح بدري. طب انجار شوف شغلك. حاضر. تعال هنا تعتبره ده اخر انذار ليك. فاهم؟ فاهم فاهم. خلاص انا قلت له هو مش هيعمل كده تاني. بعد اذنك بقى اروح اغير هدومي لحسن زمانها مبلوله. بعد اذنك.
خد سي دبليو سي ثانيه بس واجيلك. اوكي يا حبيبي. فحشيني. عيب لما نتجوز الاول. شفت لو سمحتي كوبايه ميه. ايوه كوبايه ميه. كوبايه ميه. ايه ده سميره؟ سميره بهيم. ازيك يا عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه يا سمسه؟ عامله ايه؟ ايه اخبارك انت؟ اخبارك ايه الحلاوه دي؟ لفيتي ودورتي وبقيتي قمر. ايه ده اتخطبتي؟ ليه يا شيخ؟ اه والله فاكر الواد شكري زميلنا في الكليه. شكري؟ شكري السيد؟ ايوه. لا لا بتهزري، الواد شكري ابو ست حروف طايرين. اعمل ايه ما لقيتش غيره. لا اخشى عليكي اخشى عليكي، بصي اتعديت منه كنت هقول اخشى عليك. معقوله كده يا حبيبي؟ فاكره فاكره يا بنت، فاكره لما كنت بتهربي من المحاضرات وتيجي تقابليني في حمام الرجاله الحريمي؟ فاكره يا شكري؟ ايوه عارفه فاكره. انت كل شويه هتفكريني بيه. فاكره لهتم ده ولا فاكره مقصوصه الجيبه بتاعتي كانت قطعت وفضلت مداري القطع بايديا لغايه ما روحت البيت؟ شكري. ايوه فاكره شكري فاكره. ولا فاكره فاكر انت بعد ما كان بيطب فجاه علينا؟ يا لهوي دي كانت ايام، بس ده كان في سنه ثالثه بس. انا بتهيألي شكري انت كنت عايزه ميه. ها اجيب لك بتلج ولا من غير؟ اي حاجه. طيب ثواني. شكري. ايوه شكري يا سيد. ازيك يا شكري؟ ده احنا لسه كنا في سيرتك حالا دلوقتي. ازيك يا شكري عامل ايه؟ اهلا. الله طب ما هو زي ما هو، ما اتغيرش، بيجي فجاه برضه. اه ازيك يا شكري؟ اهلا يا سيد. فاكر فاكر يا شكري ايام الجامعه لما كنا بنتلم كلنا في المكتبه بنقعد نقرا؟ بس انا عايز اقول لك حاجه، انت يا زين ما اخترت، يا زين ما اخترت سميره بهيج. ذكريات ذكريات زباله يا زباله، بذكرياتك الزباله دي يا تافل، طول عمرك تافل طول عمرك تافل. لا 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 انت فهمت ايه؟ انت فهمت غلط. فهمت غلط. اه دي كانت عايزه ميه. هي مسكره في الميه؟ صدقني ثلاث سنين يا دزمه يا دزمه، مفيش بوسه وانا خضك بوسه. كتير يا شكري، ثلاث سنين على سميره كتير، ده انت متاخر يجي سنتين وست شهور يا راجل. شفت المصيبه؟ معلش معلش مفيش مسؤول هنا يا جماعه، مفيش مسؤول. ليه ليه؟ مسؤول يا جماعه؟ مسؤول. ايه اللي بيحصل؟ سعادتك المسؤول؟ في ايه؟ سعادتك انا رحت دبليو سي ثلاث ثواني، ثلاث ثواني ما اتاخرتش. ثلاث ثواني لقيته قاعد بيقول لها سوست، ولما كنت ماسك لك السوسته وزمن السوسته اتفتح. حصلت؟ حفهم سيادتك حفهم سيادتك. هو مش عايز افهم حاجه. هو 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 خاطب واحده اصلا زباله سوسته، اعملها ايه؟ جيب لي حقي يا باشا جيب لي حقي. حصلت بره بره، مش عايز اشوف ايدك تاني هنا خالص. ده انت زباله وهي اسبل منك. بره. وانت صوتك وقع الدهان من على الحيطان. بره. ايه يا حازم انت هتقعد تقطع في الورد؟ حرام عليك ما تسيبه في حاله. الله امال الورد اتعمل ليه؟ مش عشان يتقطف؟ احلى ورده لاجمل بنت في الدنيا. اه ميرسي قوي. دي سارة يلا.